هاي البلاي ستيشن 1 القديم وهي حالته، شايفين؟ طبعا بده تنظيف وإعادة تجميل، ونشوف كيف رح يطلع شكله، وهل يا ترى حيكون شغال ولا لا. خلونا نشوف كيف شكله. هون على قريب نحطه هون، تمام. هيك المنظر اللي هو فيه المزري طبعا. رح أظبطه وأشوف إذا رح يشتغل ولا لا، ونشوف شو بيطلع معنا. نشوف منظره من جوا كيف عادي يطلع لنا عنكبوت نايم جوا مثلا او شي. يعني قريب، شايفين؟ خليكم معنا ونشوف شو حيطلع معنا، شو حيبين معنا في هذا البلاي ستيشن. طبعا هاي الحالة اللي طلع منها البلاي ستيشن بعد التنظيف. شوفوا، تفرجوا، نظفناه. هلا شفتوا الفيديو قبل كيف كان من جوا ومن برا؟ تفضلوا. تتذكر كيف كان شكله من جوا؟ هنفتح هلا نشوف كيف كان، شوف كيف صار. طبعا الأهم من هيك هلا نشوف إذا حيشتغل معنا ولا لا، ولا بدنا نغير العدسة.